السلام عليكم. غفلتكم الاخوان. لا شوف جمهور اللي كاين عندنا نقيين مواليع زوينين نقيين. شنو زعما دابا الناس الجمهور اللي عندنا نقي دابا الناس ما هاد الناس كاملين احنا مغربلين. شوف مغربلين القناه مغربلين القناه يا خويا. الناس نقيين هما اللي يكونوا اكثر. لا وكنتمناو كنتمناو الجاليه الصاحقه خاصها تكون. المهم ندخلوا للولاعة اخويا. هيك خويا مصطفى اش عندك اليوم؟ خويا كاين حداد اخويا راه عجبني صراحة. حداد اللهم بارك صراحة راه عنده شي عامين ونص كيبان لي عاقل اخويا مصطفى. ودلعوا لي بلا بلادي بعدا اخويا عزيز. وانا بزاف ديال الدراري داخلين كيتفرجوا وما دايرين لا ابوني ما كيديروا لا جيم لا والو. لقاتهم يحركوا في لابايشن. الله يكبر فيك اخويا الادريسي. كاين الناس اللي كيتفرجوا كاين واحد وحدين معاك هادو عبيدو باقي ما شاف فيديو كيدير زين سبحان الله العظيم. كيبارطاجيوه لصحابو كلشي كيديرو. الجو كيدوي وهادو فين هو السنو الله يحفظك صافي الفطار كون هاني تسول اصاحبي تعيط هادي خويا مصطفى السلام عليكم. خويا عبد الرحمن كي داير مزيان؟ تحياتي اه بزاف اخويا بزاف. اه مالك اخويا ما كاين باس واخد مع القناه ديالك اخويا. المهم الاخوان المشاركين اللي عندي في القناه دخلوا عند الاخ عبد الرحمن وعند الاخ مصطفى كذلك ابو رميساء. هاد الاخوان راه كيقدموا لكم يعني الله يكبر بيك اخويا الله يحفظك لهنا يخطيك. خويا مصطفى اش عندك اليوم؟ خويا كاين حداد اخويا راه عجبني صراحة. حداد اللهم بارك صراحة راه عنده شي عامين ونص كيبان لي عاقل اخويا مصطفى. ودلعش ما شاء الله ما شاء الله. ودلعش اللهم بارك عاقل تلقاو. نسولك اخويا على الكلام كلام مغربات بالنسبة للثمن غيكون ثمن مناسب اخويا. يكون شي 700 درهم 700 درهم بالنسبه للثمن راه ثمن اخوان كيف ما كنقول 700 درهم جيت تسمعوا هذا هو الشعر ديالنا اخو مصطفى. هذا هو اللي كيجي تصنط وما شريت تصنط. وبالنسبه لكاين هذا الوليد ديال الحموميه هذا بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم. كاين هذا القهوه راه اللهم بارك ودعش الثمن ديالو 800 درهم وجا تصنط ليه حتى هو معروف. وكاين هاد الجعمومية راه كاين الفيديو ديالها كنقول فيها 2000 درهم ولكن راه الكلاب حتى تصنط لها حتى هي. يبغى الفيديو ديالها راه صيفط ليه الفيديو ديالها. عندنا هنا كنار تيوب كاين 1000 ريال. عندنا هاد الوطيوات ود العش اللهم بارك 800 درهم. عندنا هاد الكويح هذا راه كنقولوا فيه 400 درهم هو الفيديو ديالها. دا وين كلم اللهم بارك. لا كاين هاد الطاويط هذا راه الثمن ديالو 250 درهم. كاين طائر الزرزور حتى هو 200 درهم القفص ديالو. كاين هذا راه 200 درهم. كاين واحد الوليد ديال الجحمومية 250 راه جاي كيصفي. كاين هاد النتيوة ديال الحداد حتى هي 150 درهم. وكاين هاد الحدي حيد هذا راه 250 درهم. المرقد ديال خنيفر تبغى شي حاجة راه مرحبا اخوان وتحية طيبة. خويا حمزة بخير هاني صحيح لاباس. قول لي اخويا هاد القرع شحال عنده؟ شهر 8 7 ولا 8. قول لي هذاك الباك فيه 2.5 ولا 3؟ لا لا هذاك تخديته ودرته له. قول لي غيكون كبير باك كبير. بالنسبه للثمن ديال هذا شحال كتقول؟ 25 اخويا عزيز. 250 درهم. كنتي حاط عليه شي كلام؟ وهذا خويا؟ هالو خوه. حتى هو ديال شهر 8؟ حتى هو شهر 8. الثمن نفس الثمن؟ نفس الثمن. 250 درهم. النميره ديالك اخويا حمزه؟ 07 12 44 50. اللي بغى الطويرات الاخوان يتواصل مع مولاهم وتحياتي للجميع. السلام عليكم. غفلتكم الاخوان.
السلام عليكم، بخير هانين، كلشي بخير الحمد لله. الموضوع ديال اليوم اخويا غادي نتكلموا على القرع والقله ديالهم، ما بقاوش يعني في السوق. نتكلموا على الاخ ادريس اليوم. مرحبا. هو ما كانش بلاتي بعدا خويا عزيز، وانا بزاف ديال الدراري داخلين كتفرجوا وما دايرين لا ابوني ما كيديروا لا جيم لا والو، بقاتهم يحركوا البرابايش. الله يكبر فيك اخويا الادريسي. كاين الناس اللي كيتفرجوا، كاين واحد وحدين معاك هادو فيديو باقي ما شاف فيديو كيدير ديال سبحان الله العظيم، كيبارطاجيو مع صحابو كلشي كيديرو، وكاين واحد فئه واحد الفئه ولكن هي الاغلبيه يعني كتفرج كتفرج وكتدور بحال هكا، ما كتوركش هذيك البوطونه يعني سبعو دارو ولا كتدخل ستاتيك ديال الماشين ديالك خويا المرضي. شوف انا يعني كنقدم واحد التحيه من هاد يعني سوق القريعه ومن هاد المنبر الجميل الاخوان اللي كيتفرجوا فينا. بغيت ابونا مرحبا، ما بغيتيش ابونا شغلو هذاك، غير هو كتقول لي يعني تابونا ضروري. شنو خاصك؟ شوف شوف كاين اللي حتى فهمتيني فكروا حتى تقولها لي فكروا ها فكروا كي نسى كاين اللي كيسهى مع الفيديو كيبقى يتفرج كي نسى. معقوله معقوله كيمشي الفيديو ها كينسى كداري. وقفوا دابا الله يرحم لهم في هاد اللقطه، وقفوا عودوا ديروا جيم فهمتيني وشي كومونتير وكملوا. الله يكبر بكم الاخوان. لكن اللي ما مشارك هذا روح خاطر يشارك هو الاول. كاين لنا بعض المرات شحال من فيديو انا ما ربما ما ردتش البال على العزيز يكون شي قناه كتلقى الفيديو فيه 300,000 مشاهدة وملي كتجي للسيرة كتلقى 20,000. يعني كاينة القضية فعلا. كنتمنى جميع الاخوان يدخلوا يشاركوا في القناة. ملاحظة هذه قناة زوينة فيها 11,000 ديال المشتركين. احسن اكبر فيديو في المشاهدة عزيز شحال 8,000. ما شنقول لك ما وصلش لحدود الشراء. لا كاين اللي ضارب كاين اللي ضارب 20,000 كاين اللي ضارب فهمتي. المهم كنتمناو جميع الاخوان يدخلوا يتابوناو في القناه وضروري يخليو واحد التعليق. مليون ها مليون بارك هذا الشيء اللي كاين. شوف شوف الفضائح ولا ديال لا لا شوف حنا عندنا 1 مليون مشاهد. لا شوف الجمهور اللي كاين عندنا نقي موالي زوينين نقيين الجمهور اللي عندنا نقي هاد الناس كاملين. حنا مغربلين شوف مغربلين القناة مغربلين القناة يا خويا. الناس نقيين هما اللي يكونوا كثار. لا وكنتمناو كنتمناو الأغلبية الصاحقة خاصها تكون. المهم ندخلوا الاولى اخويا. السلام عليكم الحضور. المهم الاخوان تكلموا على القرع والقله ديالهم الموضوع ديال اليوم، حيت كنشوف انا القرع راه ما كاينينش يعني في السوق، بانوا لي يعني قلال ولكن دايرين لهم 200 درهم. شنو هو السبب الرئيسي اللي خلاهم يعني وصلوا لهذا الثمن؟ خلويه 200 درهم. دابا السبب شنو؟ خلويه ممزوجه. السياده ما بقاش تخرج يصيدوا. دابا ما بقاش تخرج يصيدوا. القرع قلال في الخلا ولاو غير نصاد. وعد مناطق عد مناطق اللي فيهم مقليل هما اللي واقع فيهم هاد فهمتي اللي طاحت فيهم هاد البؤره ديال المسؤوليه. ياك. صفر الاهالي اللي طاحوا لهم الضحايا. الله يعوضهم. الله يعوضهم. فهمتي هاد المناطق اللي تكون فيهم مقليل هما اللي كانوا كيصيدوا واقع فيهم بؤره. راه حتى واحد ما غيمشي يصيد، ماشي واحد من كوب وواحد يمشي يصيد. وانا فعلا. الصراحه الاخ ادريس هو اخويا اصلا مقليل ما كايناش. مقليل ولا حتى في المحميات كامل. وحتى هذوك المحميات راه كيجبدوا منا شي حاجه. دابا راه هذوك المحميات اللي فيها الكار فوريس اللي فيها الحراسه هي اللي باقا دابا فيها المقليه مسكينه مخبيه فيها وكت ولا خرجت تشرب عند شي واحد ولا تاكل راه كيضرب. يعني شي واحد عنده الماء مصيد فيه ولا كيعيق بها عند فين كتمشي تشرب ولا تاكل شي شوف ولا شي حاجه باش يصيد. دابا المقليه ما بقاتش في الخلا. وكاين اخويا واحد السبب عاوتاني هو التهريب ديالها. كنتمناو ان شاء الله فهمتي يعني هاد الناس تكون عندهم ضمائر حيه فهمتي. المقنين راه ديالنا. المقنين ربما غتكثر. لان غيولي الطالب قليل. لان حنا المغرب شحال كياخذوا المواد. القريعه شحال كتبيع في النهار. القريعه راه كتجوز تزاد تزاد العدد غير راه واحد العدد قليل اللي كيتباع. يعني عدد قليل علاش عدد قليل كيتباع؟ حيت الثمن طالع. ولكن الاخ الادريسي في البرانيه راه كتوصل لواحد المراره 40 درهم وما خداها حتى واحد. واش ضر بلدي ب 40 درهم؟ ولكن ازمات اصاحبي الله يحسن العوان. يعني في الخلاصه
ان الطلب راه قليل في المغرب. قوت الناس ما نقولش كتلاحوا الدوره بزاف هذه شحال زوينه شي حاجه وانا مقلين ب 10 دراهم. انا دعم عندي قرع واحد يعني شنو الثمن يعني ملي ارتفع ما قدرتيش يعني تاخذ واحد الكميه كبيره يعني اللي غتدخل الحفاضه فعلا تاخذ على الاقل تاخذ 4-5 شحال تاخذ الاخر كاينين الناس 10 دراهم القرع ب 10 دراهم لا شوف شحال تاخذ 20 اي تقريبا كاع غناخذ 10 ناخذ 30 ناخذ 30 كانوا ب 10 دراهم اما شوف 200 درهم 200 درهم اخويا راه 1000 درهم يلا غتاخذ لك 5 لا غيبانوا مالا اخرين اول حاجه فهمتيني غيطلع واحد الشيء جديد شوف الثمن طيب غيطلع واحد الشيء جديد غيولي وجود واحد الشيابه واحد الدراري باقي فهمتي باقي تيقراو من عندنا في الدوار غيجي اي خطوه غيجي حتى هو يحفظ حتى هو كي ما يوصلوش 10000 تبرى اخويا 15000 تبرى اخويا حنا بغينا الناس تولع ما بغيناش نحيدوها من ونزيد انا نعطيك واحد النقطه مهمه من الاسباب اللي يهلكهم المقنين الثمن اللي طالع شي حاجه اللي طاحت الثمن ديالها ما طالعش واش نباتوا هنا صاحبي ياو هنا الثمن طاح ملي ولا القرع هنا 50 راه اي واحد خاصو كدوي على واحد النصيحه اخويا تعطيها يعني الاخوان الموالي يعني باش يبادروا في الانتاج ديال المقنين في السلاك الله يسخر لهم اخويا شي كنتمنوا الله يسخر الجميع اي واحد عنده وظيفه ديال انه باغي يخدم حيت كنشوفوا اخوان ديالنا الجزائريين اخويا مشاو بعيد في هذا الاتجاه علاش كيمشيو بعيد باش نحط المقاطع على الفورا الدراري في المغرب تبارك الله عليهم ولكن دابا واحد الحاجه اللي كتحفظ فيها الانسان الحاجه اللي ما كتبقاش عندك الله يرضي عليك حافظ عليها الحاجه حتى ما كتبقاش عندك عاد كتعطيها قيمه عاد كتعطيها قيمه الناس ديال الجزائر ما بقاش عندهم مقلب اش كيدير؟ كتكون عندو نتوى اللي عندو نتوى بحال ما عرفتش شنو هو عنده كيحافظ عليها كيتهلا فيها كيشمسها كيعومها كيدير معها المستحيل باش تتجاوز ولكن انا لما تجاوز نتوى الاولى تجاوز نتوى الثانيه في المغرب لا تقول غنجاوز اش غندير به؟ تقول اخويا حتى يطيح القرع في الاخر وغادي يخبر علاش غنضرب انا الثمن وغنتجاوز؟ خصوصا اللي كانت الموقع ندير 1 فرانك و 300 تقول انا غيتزاد عندي عش شحال غنبيعو؟ ب 50 درهم 70 درهم 100 درهم دابا بلي غلات المقلين عاد الناس بداو خدامين والله راه حتى هاد العام والعام اللي داز الناس خدموا تبارك الله في الكوطه في الكريات في اللاكات بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الناس خدامين والله يسخر اللهم امين اخويا ادريس وكنشكروك اخويا بارك الله فيك لالي خطيك اخويا الله يحفظك خويا جعفر مرحبا مرحبا انا عقب انا غنكون هذاك بالنسبه للمقوله ديال الجزائر اللي مشاو بعيد واش مشاو بعيد حيت كنشوفوا الفيديوهات ولا مشاو بعيد حيت شفناهم مشاو بعيد كون مشاو بعيد انا كنظن ما مشاوش بعيد كون مشاو بعيد كون كما تدخل عندهم السلعه من المغرب كون عندهم السلعه ديالو كون عندهم ولاد العش خدامين بحال الكانا كون كيشري تكركش فكره صائبه هذه هذه فكره صائبه فعلا كون عندهم مقلين ديال القرص كتباع عندهم موجوده حنا كان راه عندنا موجود حيت مخدوم حيت صافي ولا ديال القفص يعني الانتاج ديالو كثير مادام كتدخل من المغرب بهذوك الالاف ب 10000 وبهذوك الاعداد اذا راه ما عندهمش اذا رجعنا راه بحالنا بحال رجعنا عند الدراري كيفرحوا ولكن ما غاديش يوريك وكاين شي وحدين هنا كيخدموها ما غاديش يوريك خدام بالسكات كيخرجوا الولاد كيبيعوا كاينين الموالي عندهم بيت واحد ما عارف كيفاش فعلا حنا كنشوفوا فيديوهات جزائر الجزائر مشاو بعيد شوفوا انا كندور كل شوف اذا ندخل عندهم ديال المغرب خويا جعفر تحيه لجميع المشاركين اتقدم لي تحيه لواحد المولوع اللي هو عبد الحق من بن سليمان والاخ الحسن وما تنساش لي الاخ عبد الستار التونسي والاخ يوسف من يعني فرنسا وجميع المشاركين يعني بصفة عامة كتجبد الاسماء خصك تكون كاملين شوف حنا دابا هادو اللي تفكرناهم اخويا كاين الاخ ناصر الاخ يوسف كلشي 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 حكيم الهلالي محمد الهلالي وقيل عبد الطيب بلال اي خويا بزاف احمد بن حمد شوفوا الاخوان كاملين
وخصوصا الاخوة ديال التعاطي بدون استثناء الاخوة اللي كيبعثوا التحية والاخوة اللي كيسلموا بارك الله فيهم وكنبادلوا نفس الشعور الله يسر الجميع. السلام عليكم والله يدير الخير. السلام عليكم.